وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. ومن أخبار التعليم العالي في نشرتنا النهاردة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة برئاسة الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس الجامعة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أشرف حيدر، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس. وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، أكد وزير التعليم العالي على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وأيضا الدولي. وأشار إلى أهمية البروتوكول الموقع والذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين. وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي أيضا بين الجامعتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين في كافة المجالات المشتركة الأكاديمية والبحثية.